نيجي بقى. بص يا سيدي، النهارده سي ان ان بتقول مصر تكشف عن قانون الصكوك الاسلاميه والافتاء والازهر، وتتوقع اول اصدار بعد اشهر. المصري اليوم، وزير الماليه: نامل بطرح صكوك اسلاميه في بدايه 15/2/2016. ترجع ورا شويه تلاقي في الشروق 17/7/2014 استمرار الغموض حول قانون الصكوك السياديه، قانون برضو. 30/12 الازهر يوافق على الصكوك الاسلاميه وجلسه طارئه لرفع للرئيس، الرئيس مرسي بقى. حالا الرئيس المصري محمد مرسي طبعا سابقا كده 1/4/2013 مشروع قانون الصكوك الاسلاميه. من فضلكم يعني اذا كنتوا عايزين تعملوا صكوك بلاش حكايه الدين في الشغل الاقتصادي، يعني متهيألي كده. يعني الاقتصاد ليه قوانين وقواعد، انت عايز تعمله طبقا للشريعه الاسلاميه اعمله، بس ما تسموش اسلامي، لان في الاخر ده استثمار معرض لكذا ومعرض لكذا ومعرض لكذا. فسميه صكوك والناس تعرف ان ديت على الشريعه الاسلاميه زي ما انت عايز. وارجوكم ما تدخلوناش في متاهات زياده، ما احنا غرقانين في كميه متاهات رهيبه. الدنيا فك على الاخر، ربنا يستر.